لو انا حطيت الاستنزاف في انا جيت لقيت ثابت النسبه كده، ده انا بحسن الشطر بتاع الاستنزاف. فاذا بقى عوض ان هو الشطر متسم بيه او الشطر كويس، فانا عايز احسن الشطر بتاع الاستنزاف. هل فيها مشكله؟ تعالوا ناخد المساله كده بالتفصيل ستيب باي ستيب، نشوف هنبدا نجيب الكاركتر ازاي. بس قبل ما يجي المساله، الاختلاف اللي ما بين البيت بلاك هي البيتا هنا اكبر من الواحد، وبالتالي المقام كبير، فواحد على القيمه دي فتبقى قيمه صغيره، وبالتالي الجول قيمته اصغر من الزيرو، وبالتالي بالنسبه لعمليه الديزاين هو الجول هنا هيبقى عند ناقص واحد على بيتا تي، وهنا هتبقى الزيرو عند ناقص واحد على تي معكوس مع الشرط اللي هناك. وانت بتضيف بقى الترانزيت ريسبونس او بتضيف اللاب كونسيشن، هل انت محتاج انك تحسن السيستم؟ يعني لو السيري ستيت بتاعت المساله مضبوطه وهي كويسه والمطلوب فقط ان انا احسن الترانزيت ريسبونس، هل انت محتاج انك تحسن السيري ستيت وتحسن الترانزيت ريسبونس؟ يبقى لو انا هحسن السيري ستيت فانا بحاول قدر الامكان ان انا اسيب السيستم في حاله الترانزيت زي ما هي. بمعنى انك انت لو بتحسن لاج فقط، فمن الطبيعي انك انت مش هتحسن ترانزيت، والترانزيت معتقد او الاوبريشن او الاكسيتا والاوميجا ان بتاعت الترانزيت دي بتيجي من السيستم اللي بيبقى البودز بتاعته ايمجن. وبالتالي لو انت تصمم لاج المفروض السيستم ده لما تيجي ترسمه مره ثانيه ما يتحركش كتير او ما يتغيرش كتير عن الكيرف اللي موجود اصلا. تاني لو فرضنا ان كل نقطه من هنا فطبعا فيها اكسيتا وفيها اوميجا. دي بتروز من كل اللي انا هسميها. هل انت عايز تحسن الاكسيتا والاوميجا؟ لا انا عايز احسن فقط مين؟ السيري ستيت ايرور. السيري ستيت ايرور القانون بتاعه بيجي من خلال الكي في. والكي في ليس له اي وجود في الرسم. الكي في ملوش وجود. يبقى المفروض ساعتك لما تحسن الترانزيانت ريسبونس، سوري لما تيجي تحسن الستيت ستيت، غالبا الرسمه دي مش هتتغير، هي ممكن تتحرك ميل دي، تتحرك جزء صغير، لكن نفس الرسمه تبقى زي ما هي، لانك انت مش هتحسن ميل دي. انا ما غيرتش في الاكسيتا والاوميجا يعني، يبقى هل لما تيجي تعمل كومبو تاني فالسيستم الى حد ما هتفضل القيمه بتاعته كامله. تعالى ناخد مثال ونبدا نشوف الستيبس او خطوات الحل مش هتكون. يبقى يا باشمهندس في عندك اثنين، في لاج كومبنسيشن ده بيحسن الترانزيت، بينما في لاج كومبنسيشن ده بيحسن السيتي ستيت، ده متعلق بالسيتا وبين جانب، ده له تاثير على الرسم، بينما ده ملوش تاثير لان هو كده كده كي في، وكي في ملوش تاثير، وانا مش عايز احسن الترانزيت فلازم الى حد ما شكل الجراف هيفضل زي ما هو. ولكن سيأتي ثلاثة باراميترز اللي يحكمك في كده يا باشمهندس.
ان قيمه الاي بي سي بتاعه اكسبتابل دي لازم تبقى ما بين 14 و 8 من 10. يعني حاجه الاكسيتا بتاعه المساله لو لقيتها فرضا طلعت نفس قيمه الاكسيتا او قريبه من قيمه الاكسيتا يبقى انت ما انتش محتاج انك تحسن ترانزنت ريسبونس، انت محتاج انك تحسن السي ستيت. هي الاكسيتا كويس، انا جبت الاكسيتا بتاعه المساله لقيتها هي نفسها القيمه اللي مديها لي او هي قريبه منها، فهي الاكسيتا كويس ما بين 4 من 10 و 8 من 10. ولكن لو لقيت ان الاكسيتا مختلفه او قليله يبقى انت هتحسن ترانزيت ونحسن مين يا باشمهندس؟ ستي ستي. دي الحاله الثالثه اللي احنا لسه هنقولها، فخلي بالك ان المساله ممكن تيجي فيها قطع لو انا جبت لك الثلاث حاجات ترانزيت وستي ستي. طيب والله بالنسبه للجي في بيساوي 5 سكند ماينس 1، انا عارف ان الجي سي اللي انا هحطها هي كي سي في اس زائد 1 على تي على اس زائد 1 على بيتا تي. دي كلمه الكومبنسيتور اللي انا هحطها. تعالى نرسم الكومبنس بتاع المسألة الأصلية ونشوف الشكل عامل ازاي وربحنا ضمن الكومبنس. أنا عندي بول عند زيرو وناقص 1 وناقص 2، يبقى عندي زيرو وناقص 1 وناقص 2، في عندي هنا بول وهنا بول وهنا بول. يبقى المفروض حسب قاعدة الكومبنس يبقى دي هتبقى راحة للمدى النهائي. الاثنين دول بينهم هيبقى في هنا كومبنس مرسوم. دي خدنا زي قبل كده وقطعه ب 60 ومش درجه، المهم ان الروتوكس في النهايه هيطلع بهذا الشكل. تعالى استخدم ايه؟ انا عايز اضيف الجي سي جديده عشان احسن الترانزيت ريسبونس بتاع المساله. هي دي كي في جديده. هي الكي في قديمه اصلا بكام؟ هو معروف ان الكي في هي ليميت لما الاس تكون الصفر للاس مضروبه في الجي وفي اس. دي جي لو ضربتها في اس فالاس راحت مع الاس هتحط الاس بصفر. دي بقت بصفر بصفر، 1 زائد 0 ب1، 2 زائد 0 ب2، 1 ب2 10، سوري 1.06 لو حتى هتطلع تساوي 0.35. يعني الكي في الاصليه بتاعت المساله 53 من 100. انت عايز تحسنها توصلها كده يا باشمهندس، يبقى كده انت عايز تحسن ستيدي ستيت برفورمانس، لان كل ما الكي في زادت كل ما كان افضل، لان كل ما الكي في زادت الستيدي ستيت بيروح قال الستيدي ستيت بيروح. طيب الحل هنا هيبقى عامل ازاي؟ والله لو انا هعمل انتروديوس دي داخل السيستم فالمفروض الكي في الجديده ايه في جديده اللي انت عايزها؟ هي ليميت لما الاس تكون الصفر تبع الكومبنسيشن هي الاس مضروبه في الجي اوف اس مضروبه في الجي سي اوف اس. مش انت ساعتك لما تضيف الكومبنسيشن اصبحت الجي كليه هي الجي مضروبه في الجي اوف اس، وبالتالي اصبحت الجي كليه هي الجي في الجي سي، فاصبح الكي بي ده اللي سيادتك عايز تعمله ديزاين هي ليميت لما الاس تكون الصفر الاس في الجي في الجي سي. تعالى كده على الجي سي، لو انت حطيت فيها الاس بصفر، لو حطيت هنا الاس بصفر والاس بصفر بقى في 1 على تي على 1 على بيتا تي، 1 على تي تروح مع تي والبيتا تطلع فوق، يعني اقدر اقول ان دي حتى الان هتطلع بتساوي هي البيتا مضروبه في الجي سي. البيتا هتطلع فوق في الجي سي. ويتوقع ليميت لما الاس تكون الصفر الاس مضروبه في مين؟ في جي. انا حطيت في دي بس الاس بصفر. فدي بصفر ودي بصفر طلعت بيتا تي. هو الاول 0.5 سكند دي جت في مصر. انا لما حطيت الاس هنا الاس جي اوف اس الاس دي راحت مع الاس دي يا باشمهندس هيبقى في المقام 2. 1.6 من 100 على 2 اللي هي 53 من 100. بنصفر الاس؟ نعم بنصفر الاس. طب الاس بصفر لما الاس تكون صفر اس هتروح مع الاس هيبقى لما تقسم دي على دي وتحط الاس بصفر هتطلع 53 من 100. احنا عايزين نحسنها نوصلها لكام؟ 5. فقلنا خلاص يبقى الكي في الجديده اللي انت حطيتها هي ليميت لما الاس تكون بالصفر الاس في الجي في الجي سي. طيب الجي سي لما حطيت فيها الاس بصفر طلعت البيتا في الجي سي.
مش ليميت لما الاس فوق الصفر والاس في الجي اوف اس. الجي دي اصلا معادله في الجي بتاعت المساله. يعني اقدر اقول ان دي هتبقى في الكي في الاول. ليميت اس فوق الصفر اس في جي اوف اس دي الجي اوف يعني هي دي المعادله اصلا. ما انا حطيت الاس بصفر اصل هي كلها الاس بصفر. هحط الاس بصفر هنا وهحط الاس بصفر هنا واحط الكلام ده في الاس. لما حطيت الاس بصفر هنا طلعت البيتا في البيكسل. ليميت لما الاس دي في الاس بصفر هتطلع تساوي الكي في القديمه. ما ده قانون الكي في القديمه. يعني الكي في الجديده هتساوي الكي في القديمه مضروبه في بيتا في سي. الكي في القديمه عندك؟ عندك؟ انا جبتها عشان اتاكد ان السيستم هيحصل له ولا لا. الكي الجديده عندك؟ ما هي كبرت مجهول البيتا في مين؟ في الجي سي. هنفرض ان الجي سي دوما كنتوا بواحد. عارف ليه كنتوا بواحد؟ لان انا مش محتاج من اضافه اللاج بجيم. لان انا لما بضيف الجيم او بيبقى في جيم موجود في الروت لوكس شكل الجيم في دماغي يا باشمهندس اغير والجذور اماكنها تغير. بينما انا بحسن حاله الترانزيانت للسيتي ستيت فقط. تاني الناس اللي ما حضرتش انا قلت وانا برسم الجيم كل نقطه موجوده هنا ليها اكزيتا واوميجا ان. والاكزيتا واوميجا ان دي البارامتر بتاعت الترانزيانت ريسبونس. انا في اللاج مش عايز احسن الترانزيت، انا بحسن السيتي ستيت. وطالما بتحسن السيتي ستيت فالترانزيت تسيبه زي ما هو ما تضربش. وطالما انت عايز تسيبه زي ما هو يعني حافظ على قيمه الاكزيتا ومين. سيبه زي ما هو ما تضربش. وانا عارف ان الكيرف كله اصلا بيتغير نتيجه لتغير الفاكتور جي من صفر لكام؟ لبلد انا خلاص خليه الجي سي دي بواحد، خليها مش مؤثره. خلي اضافه الجي سي في السيستم مش مؤثره، خلي الجي سي بتاعنا بواحد بحيث ان انا لما اجي ارسم السيستم الجديد ما يتغيرش كتير عندي، انا ما ضفتش جيم. وبالتالي لو اعتبرنا ان الكي سي بواحد اصبح الكي في النيو هيساوي الكي في الاول. الكلام ده مضروب في النيو. طيب ما هي الكي في القديمه ب 53% والكي في الجديده ب 5. يعني انا اقدر اقول من هنا ان البيتا تقريبا هتطلع 10. يا تسعة مش عارف تسعة مش عارف كام يعني البيتا تقريبا 10. ده طلعت البيتا وده أول بارامتر أنا محتاجه في الجي سي. خلاص الجي سي كنت بواحد طلعت البيتا يتبقى الثابت اللي اسمه إيه بقى؟ الثابت اللي اسمه الثابت اللي اسمه دي هو للأسف بيجي ترايل بإيرور. خلاص أنا جبت موقع الجهاز بتاع الواحد البيتا فعشان تجيب الباقي فترايل بإيرور بناء على البيتا. في حد عنده مشكلة معاك تمام؟ نعم كيف نيوتن يا خمسة؟ يعني لا زالت لو في هنا كلوز لوب بولز موجوده عندها قيمه اكزيتا واوميجا ان الكلوز لوب دي المفروض ما تتغيرش. متفقين على ذلك؟ مش النقطه دي كلوز لوب بول واقع على منحنى روت لوكس يا جماعه. يعني المفروض دي حقق منحنى روت لوكس. يعني المفروض في النقطه دي بالنسبه للجي فالجي سي لو وصلت بينها وبين كل الجذور لازم الماجنيتيود تطلع قيمته واحد وزاوية تطلع قيمتها بسالب 180 او 180. متفقين على ذلك؟ طيب بس انا لو خدت دي مع الجي سي فقط مع الجي سي فقط يعني انا هاخد دي بالنسبه لها وبين الجي سي بس المفروض الزاويه تطلع بكام؟
والماجنيتيود تطلع بكام؟ هو انت لما تضيف دي هتغير من شكل كده، يعني المفروض بديهيا ان انا لو ضفت دي مفيش زاويه، والمفروض اضافه دي ما تاثرش بالزاويه، لان لو في تاثير في الزاويه معنى ذلك ان الكول والزيرو دي اثروا في شكل الكيرف فيدوني شكل كيرف مختلف. والماجنتيود بتاعت الجي سي دي واحد، لان الماجنتيود دي انا مش عايز دي تبقى مؤثره اصلا، فلازم الماجنتيود دي تبقى واحد. تمام كده يا جماعه؟ تاني دلوقتي انا لو خدت الجذر ده كلوز لوب وحبيت اجيب الزوايا الموجوده والمجنون، لو انا شغال على الجي فالجي سي لازم الماجنتيود الجي في الجي سي لازم تطلع واحد، ولازم الزاويه بتاعت الجي والجي سي تطلع بوينت كام؟ ب 180 درجه، لان ده كومبنسيشن وده منحنى الدكتور بس. طيب هل بقى لو انا جربت على الجي سي بس المفروض ماجنتيود الجي سي تطلع بكام والمفروض الزاويه بتاعه الجي سي تطلع بكام؟ والله يعني الكلوز لوب عشان سيادتك ما تغيرش في شكل الجرف يبقى المفروض الزاويه اللي تطلع بصفر. سوري معلش، الزاويه دي المفروض تطلع قيمتها بصفر على اساس الزاويه ما تاثرش، لان الزاويه لو اثرت يبقى وضع البولز والزيروز هتتغير يبقى شكل الكيرف هيتغير، يبقى المفروض زاويه الجي سي دي تطلع بصفر. وماجنتيود الجي سي يطلع بكام؟ يطلع بواحد، على اساس ان ماجنتيود الجي سي غير مؤثر، فلما تيجي تحسب ماجنتيود الجي في الجي سي يبقى كانك بتشتغل على الجي الاصليه بتاعت المساله، يبقى انت ما غيرتش كل حاجه. يبقى المفروض عندي كلوز لوب بول لو فرضت ان الجذر ده اسمه اس واحد، يبقى الجي سي عند الاس واحد المفروض تطلع قيمتها كام؟ واحد. الجي سي عند الجذر ده لو انا وصلت وجبت الجي سي تطلع الماجنتيود قيمتها بكام؟ واحد. وتطلع الجي سي عند الجذر اللي اسمه اس واحد الزاويه قيمتها بكام؟ بصفر. الناس فاهمه ولا في مشكله؟ طيب طبعا الكلام ده مع الكي سي مع التقريبات مع مش عارف البيتا كانت المفروض 9 وشهر في 10 وما مش عارف كل الحسابات والكلام ده كله، فوارد ان دي ما تطلعش في واحد، وبالتالي فهي بتطلع قيمه اكسبتابل ما بين 0 وما بين 98%، يعني لحد لما توصل ل 98% هيكون راجع ومتقرب من مين؟ الواحد. وكل ما توصل للواحد يكون افضل، كل ما توصل للواحد يكون افضل. والزاويه اللي هي المفروض تطلع بصفر غالبا مع التطبيقات والجذور الايماجنري والكلام ده كله مش هتطلع بصفر، هيبقى في زاويه صغيره، الزاويه دي ما بين سالب 5 درجات وصفر. اصل سيادتك قيمه التي دي هتيجي ترايند ايرور، يعني مفيش خطوات موجوده عشان استنتجها، ده ترايند ايرور، وبالتالي فانا هفرض تي واشوف انا نافع ولا لا، هفرض تي ثانيه فثالثه فرابعه وهكذا. فعشان لما تيجي تفرض تبقى الموضوع واضح انا وانت هنختلف في الفرق. بالتالي فالجي سي المفروض ان الماجنتيود تطلع بواحد، بس هي لو وصلت لحد 98% فهي كويسه. يعني لو انا كتبت دي بشكل اخر ان الماجنتيود بتاع الجي سي اللي هو الاس واحد ماجنتيود الاس واحد زائد واحد على تي على اس واحد زائد واحد على بيتا تي المفروض تقرب من كام؟ من 98%، يبقى هتخلي دي ما بين 98% والواحد. تمام كده يا جماعه؟ هي المفروض في حاجه؟ ماشي، ما احنا بنقرب الرينج، ما هي هتبقى سالب 5 لصفر فاحنا هنغيرها يعني. ما هي المفروض تبقى من صفر ل 98% بس هي اقرب لجامد. فعشان كده كتبناها مره اخرى يبقى هي ما بين 98% و1. بعيده تماما عن الصفر ولا نص ولا الكلام ده. طب ممكن تبقى خليها ما بين ال 98% و1. واضحه كده؟
هو الريت بتاعنا السنه ده؟ نعم الريت بتاعنا ممكن يبقى من 1 من 1 ل 93% طلع بقى 99% 985% اللي هي دي تبقى قيمه اكسبتبل. الجي برايم من كام؟ من 1. الجي سي كزاويه اللي هي زاويه اس 1 زائد 1 على تي على اس 1 زائد 1 على بيتا تي دي لازم تبقى صغيره المفروض توصل لكام؟ لصفر. فاحنا هنضيق الرينج شويه هنخليها من ناقص 3.5 لصفر. دي كانت الفروض الاساسيه احنا خصصنا شويه. طب ليه عملنا كده؟ نعم. ليه؟ لان انا عايز ما يجيب واحد. ليه عملنا الفروض دي؟ الفروض الاساسيه اللي كنا عاملينها. ما هي دي الفروض اللي هي اللي بتنزل دايما الديزاين على الحلق. الديزاين الاشمل هي المفروض تبقى سالب 5. في ناس في كتب بتشتغل على سالب 5، في ناس ثانيه بتشتغل على سالب 2، في ناس على سالب 2.1. تمام كده؟ فاحنا بنشتغل على سالب 2.5 عشان ما تغلبش بس في كوبي كتير. لان المجهول هنا مين؟ البيتا عندك والجذر ده اريد انا هستنتجه فتبقى قيمه التي وكذلك المجهول هنا تي. وبالتالي فلازم التي تحقق ان الماجنيتيود بتاعت الجي سي ما بين 1 و98% لانها لازم تقترب من الواحد. والزاويه يعني الحد اقصى تبقى سالب 2.5 لصفر عشان الزاويه تبقى صغيره. لو سالتك حققت دي فكنت متاكد ان الترانزيت ريسبونس حتى لو اتغير الجواب هيبقى طفيف جدا. يعني لو فرضنا ان ده شكل الكيرف، الكيرف الثاني هيطلع قريب منه. وبالتالي فانا حافظت على الترانزيت ريسبونس. متفقين على ذلك؟ طب لو احنا حضرتك قلت قيمة البداية الجي سي ما بتغيرش بشكل كير. الجي سي المفروض ما تغيرش. ازاي وهي فيها زيرو بول؟ ما هو الزيرو والبول ده انت جبت البيت صح؟ بس انت بتلعب في لوكيشن ما هو البيت فيهم البيت صح؟ فانا بختار التي بحيث ان الماجنيتيود يقترب من كام؟ عارف يعني ايه الماجنيتيود يقترب من واحد؟ يعني الاثنين دولت قريبين قوي من بعض او قريبين من الاوريجن بحيث ان الماجنيتيود واحد، ماجنيتيود البسط قد ماجنيتيود المطار. ومعنى ان الزاويه بتقترب من صفر يعني زاويه البسط قد زاويه مين؟ يعني هو كانك جبت الجذبين قريبين قوي من بعض بحيث ان لما يكونوا قريبين من بعض ما يتاثرش في مواقع البولز الاساسيه بتاعت المساله فتفضل المساله الترانز ريسبونس زي ما في حد يا جماعه عنده سؤال حتى الان؟ طيب احنا جبنا البيتا، البيتا طلع ب 10. تعالى نجيب بس الكلوز لوب ده عايزين جذر عشان نعوض المساله يبقى عندي الاس 1 واخد دي ونشوف الدنيا تطلع ازاي. تعرف تجيب جذر من دول ده كلوز لوب دوميننت لوب ده بول بيطلع نتيجه للكلوز لوب ترانسفير فانكشن. جبناها المره اللي فاتت ازاي؟ فانا هجيب الترانسفير فانكشن بتاع المساله. يبقى الترانسفير فانكشن هتطلع بسالب هي دي جي على 1 زائد جي اتش يعني هتبقى 1.6% على اس في اس زائد 1 في اس زائد 2 زائد 1.6% على اس تكعيب زائد دي هتبقى 3 اس تربيع زائد 2 اس زائد 1.06 ده مقام الترانسفير فانكشن عشان اجيب الجذور. لو سيادتك حللت المقام هتطلع الجذور اس منهم بسالب 0 بسالب 2.338 وال 2 اس التأكيد سالب 0.33 زائد او ناقص جي 0.586. ده جاز ودول الجاذبين التانيين. لما تيجي تجيب الثيتا والاوميجا بتجيبها لمين بقى؟ بتجيبها لده ولا بتجيبها لده؟ يعني انا عشان اخد منهم جاز اعوض هنا هتاخد الاس بيساوي سالب 2.38 ولا هتاخد الامينيم؟ اصل الاس اللي هنا الاكزيتا عندها اكبر من واحد فكل الاكزيتا هنا اكبر من واحد فالسيستم كويس فمش هتبان
وبالتالي فانا هاخد واحد فيهم الا وهو هاخد على سبيل المثال سالب بوينت 33 زائد جي 0.586 هو ده اللي انا هعرف اجيب منه الاكسيتا دومين بحبيت اجيبه. الناس فاهمه؟ هو دول ثلاث ظروف. هتاخد انهي جذر عشان تعوض في السيستم اللي موجود هنا؟ هاخد واحد ايماجينري. مش معنى واحد ايماجينري؟ لان الايماجينري هو اللي له قيمه اكسيتا واوميجا ان صريحه انا بحاول احسنها. هي الاكسيتا والاوميجا ان هنا اصلا ممتازين لان الاكسيتا اكبر من كام؟ كل ما تكون انت على الريال فالاكسيتا اكبر من واحد فالسيستم صحيح بطيء شويه بس شغال. مفيش فيه اوسيليشن ولا الكلام ده كله. المشكله عندي بتبقى في البولز او الزيروز اللي تبدا تتحرك في الايماجينري. وبالتالي فانا هاخد جذر منهم وليكن الايماجينري ده هو ده الجذر الرئيسي اللي انا هبدا اعمل عليه الكونفرسيشن. يبقى ده الجذر اللي موجود هنا الاس 1 فدي الاس 1 عندك والبيتا موجوده يتوقع ان تجيب مين؟ الدي. طبعا لما اجي احسب دي هتطلع مساوي اس 1 اللي هو السالب 0.33% ده الريال وواحد على تي ده الريال ده تمرية زائد الايماجنري اللي هو 0.586 ده تمرية تحت الجذر. هو الماجنيتيود لما بيبقى فيه ايماجنري بيبقى الريال تربيع زائد الماش تربيع الريال تربيع سالب 33% زائد 1 على تي والماش تربيع خلاص موجود على الجذر التربيع لسالب 0.33 زائد 1 على بيتا تي تربيع زائد 0.586 تربيع. المفروض ماجنيتيود ده يطلع بكام؟ لو السيستم هيطلع ايديال تطلع بواحد بس اتنين هيبقى فيه رجات والتي مش الكلام ده كله فدي المفروض هتطلع ما بين 98% وكام؟ يبدا بقى بالتي. لما تيجي تعوض التي عشان نبقى كلنا متفقين ما توقعش معايا كتير اعوض مضاعفات الخمسه مثلا. مثلا يعني حط التي بخمسه حط التي ب 10 15 ب 20 طبعا المعادله دي سهل ان انا دي قلاله حاسبه وكل شويه غلط في قيمه التي فبيديني قيمه النت. هتجيب قيمه التي اللي اتحقق ان دي 98% دي بكام؟ 1 بس دي مش تي لان يعني في شرط ثاني للمعادله اللي زي ما تطلع ما بين سالب 2 ونص بكام؟ و 0 ضرب. لا مش هجيبها مرتين. التي دي بتحقق دي فما تجيبش دي هنا تطلع وتقول هي التي دي بس انا لو جيت هنا تطلع لي سالب 3 يبقى دي مش التي لازم التي تحقق المعادله دي. طب الزاويه هنا ازاي؟ ما هي الزاويه ده ريال وايماجنري وانا عارف الزاويه هي تان ماينس 1 الايماجنري اللي هو 0.586 على الريال اللي هو سالب 0.33 زائد 1 على تي دي زاويه البسط ناقص زاويه المقام اللي هي تان ماينس 1 0.586 على سالب 0.33 زائد 1 على بيتا تي. المفروض دي كزاويه تطلع ما بين سالب 2.5 وصفر. متفقين على ذلك؟ طيب عوض بقى بقيمة تي. طب افرض كام اتنين تلاتة هنا مش متوافقين مع بعض؟ لازم يطلعوا تلاتة مش متوافقين. لازم. ده كل ما الجذور بتقرب من بعض تقرب من الاوريجن كل ما دول هيتحقق. طب احنا في برايفتي ده انت بنفهم من انا فين بقى؟ نعم مش مهم. برايفتي التي مثلا ابدا التي من اثنين. ما جابتش خليها خمسه. ما جابتش خليها 10، ما جابتش خليها 15، 20، 25، 30. وانت ورؤيتك الصافيه ده يعني لقيت انك انت بتقرب في ال 10 انت بعيد قوي. لا اصل ما تقربش ال 15 تقرب ال 25 او 20 مثلا. انت لو ضربت التي هنا ووصلت مثلا لو جبت التي ب 20 هيطلع لك الماجنتيود بيساوي 96% والزاويه هتطلع بسالب 4 ضربات. ده التي ب 20 هو ده اللي انت عايزه؟ التي ب 20 ما ينفعش ضرب التي ب 25 ضرب التي ب 30
خلي بالك هي دي 96 سالب 4 فهي زادت بعيدة بس فيها انفار مثلا دي 30 نعم تساوي البي دي لما بتزيد الكرة دي بتقل واحنا بنقول ابدا من 2 ليه؟ انا كنت قلت لك ابدا من 30 ومن 30 كل ما البي بتزيد كل ما الحضور دي كمان هتصغر فبتقرب من الكوش لو عاطي تي 30 هتطلع الماجنتيود ب 98% والزاوية هتطلع بسالب 2.2 يبقى هي دي تي مطلوب ساعتها اقدر اقول في الحالة دي ان الجي سي هتطلع البي سي بواحد اس زائد واحد على تي واحد على 30 اللي هي 0.033 على اس زائد واحد على بيتا في دي البيتا في 10 في 30 في 100 يبقى 1 على 600 دي 0.003 دي 100 باشمهندس الجي سي ويبقى الجي في الجي سي بتاعت المساله الاصليه اضرب دي في دي يبقى دي الجي الكليه بتاعتك خلصت عمليه الاقتصاد انت بتحسن السيري ستيت فانت مش محتاج ان الترانزيت يتغير فانت محتاج ان الماجنتيود يقترب من واحد الزاويه تقترب من الصفر البيتا بتطلع مباشره المشكله في التي فانا بضطر ان انا اعمل ترايل ايرور لحد ما اوصل للطاقه. يعني الطرق ده لسه مستغرق اصلا؟ لسه وانا في الدكتوراه يعني كنت شغال في الامونيا بس النشادر يعني هما النشادر في السماد طلقة لما السيستم بيحصل فيه فيلير بيبقوا قافلين. يعني الضغط يتغير، الحراره تتغير، الفلو يتغير، بيقوم قافل لحد ما الدنيا تظبط ويقوم شغال. فكانت انا بصمم كنترولر ادابتيف ان لو حصل تغير في الضغط او الحراره او الفلو السيستم يفضل مستقر. فكان من ضمن الحاجات اللي انا بثبت فيها كفاءه الكنترولر حاجه اسمها الروسترز ان لو حصل تغيرات في السيستم من بولز وزيرو صغيره لسه السيستم هيظل ستيبل. فكانت دي من ضمن الحاجات اللي اتحطت ان الكنترولر ده مع تغيرات الفلو والانبوت اللي داخل لا زلت محافظ على ان البولز والزيروز بتتحرك في نطاق ضيق وبالتالي السيستم ما هيبقاش على ستيبل. فهي شغاله كأنالسة. حد عنده سؤال في ده؟ دي اللي تعالى بقى ناخد اللاج دي اسهل منه. طب انا الزاويه بس معلش لان انا بنزل طب بننزل قد ايه؟ لما تكون بسط المقام ريال الزاويه هي زاويه البسط ناقص زاويه المقام فده ماينس 1 في الريال عالي ماشي ماشي على ريال البسط ناقص تم النسوان في الماشنري عمليه المقام. الاس ريال والماشنري لانها مش عارف ناقص 33 زائد جي. لكن الماجنتيود بتبقى ماجنتيود بسط على مضروبة في اللاج. اللاج كي سي
اتفقنا ان الجي سي لازم فتره تطلع لان انا عندي السيستم الامبليتيود واحد عشان ما تتصلش. يبقى هي اس زائد واحد على تي 2 على اس زائد واحد على بيتا تي 2 ده كده الجي سي. هشتغل شوك لاج سوري هشتغل شوك ليد عشان اجيب الجي سي والالفا والتي واحد وهشتغل شوك لاج عشان اجيب البيتا والتي 2 عشان تجيب الالفا والتي واحد والجي سي فانت لازم مطلوب في نظرا على الاكسيتا وتكون يا ان انت اصلا بتصممها عشان تحسنها وعشان تجيب البيتا والتي 2 فساعتك هتبص على مين؟ على البيتا معايا يا جماعه وكانها مساله شقين الشق الاول هحلها لك سوري الشق الاول هحلها لي هجيب دولت وبعد ما اخلصهم هقلبها مساله لي سوري لاك زي الجزء اللي احنا لسه حلينه واحل المساله لك. تعالى ناخد مساله بسيطه هي ما فيش فيها جديد هي نفس الخطوات اللي احنا عملناها نكررها بس هنا هيختلف شق بسيط الا وهو ان مشكله الليد لاك اللي انت ضفتها او لاك دي انك انت هتزود الاوردر باثنين. هتزود الاوردر بتاع السيستم باثنين. ترانسفير فانكشن لو السيستم اخد منها اس تكعيب بس نتيجه لاضافه الليد واللاج انت ضفت اثنين بول في المقام. فالاثنين بول دولت هيخلوا لك بدل ما هي اس تكعيب اصبح السيستم ماله يا باشمهندس؟ اصبح السيستم اس اس 5. السيستم بقى اكثر تعقيدا بقى صعب ان انا ارسمه الى حد ما سيبك من الموضوع بس بقى صعب ان انا اعمل له موديلنج رياضي يوصفه صعب ان انا اعمل له اناليس السيستم اس اس 5 هترسمها ازاي وبالتالي اللي هيختلف بس جديد هنا عن الليد المعتاده الليد ان انا احاول اختار الزيرو ده عشان يعمل لي كنسل مع احد البولز الاصليه اللي موجوده في المساله. الاختلاف اللي هيحصل ان انا هحاول انا هبدا ليه؟ عشان احسن الترانزيانت بعد كده في الباك. وانا بصمم الليد هحاول اخلي الزيرو اللي موجود هنا يكافئ بول موجود في المساله الاصليه. ببساطه لو دي درجه اس تكعيب وكان في جاز موجود في المقام اس مثلا زائد 9 ورحت وانت بتصمم الليد كومبنسيشن قلت له ان دي هتبقى هنا اس زائد 9 لما تيجي تضرب الجي سي في الجي الاصليه بتاعت المساله ايه اللي هيحصل؟ دي هتروح مع دي يبقى ده بدل ما كان 3 بقى الاوردر بكام؟ ب2 بس لما يجي يضرب في الاثنين في المقام الاوردر التوتال بقى كام؟ أربعة بلاش خمسة أنت ما زودتش الأوردر بمقدار اثنين أنا بس زودته بمقدار واحد وده لازم يزيد على أساس إن المسألة تبقى متزنة في أقاربين الزوايا. تعالى بقى ناخد مسألة نشوف الحاجة دي. حد عنده أي مشكلة؟ تعالى ناخدها هناك جي اوف اس 4 على اس اس نص
عايزين نصمم السيستم ده عشان نحقق ان الجديد ده نص والهم جايين من 5 ريال من سكن والدي بي بيساوي 2 سكن 1. لو انت ما تعرفش ان المساله دي لاج ليك ممكن تيجي على المساله دي او مساله لاج او مساله انتاج. فانا العبره بالنسبه لي في عمليه التحسين ان الجديد ده كام؟ نص ونص والهم جايين من 5 ده لو انا بحسن 5 فدي بي. والكي في ب 80 لو انا بحسنها. فانا عشان اتاكد ان انا ماشي مظبوط هجيب الاكزيتا والاوميجا ان الاصليه بتاعه المساله دي مش هتيجي الا بالترانسفير فانكشن اللي هي هتطلع 4 على اس اس زائد نص الكلام ده زائد 4 وتطلع المقام اس تربيع زائد نص اس الكلام ده زائد 4 بيساوي دي اللي هي 2 اكزيتا اوميجا ان زائد اوميجا ان سكوير وتطلع الاوميجا ان بتساوي 2 وتطلع الاكزيتا بتساوي 2 في 2 ب 4 او 125 مللي. الاكزيتا بتاعت المساله الاصليه 125 من 1000 ده سيستم فاشل ده سيستم هاي اوسيليشن وحلينا على طول الاستمرار. انت عايز تحسنها وتوصلها لنتيجه فيها سيبك من الاوميجا ان لان الاوميجا ان ده ناتشورال فريكونسي هو مش عنصر مؤثر معانا لان المؤثر في الاصل هو الاكزيتا. الاكزيتا دي يبقى اكيد المساله دي فيها ليه؟ دي اكيد دي ليه كونفرسيشن. بس اللي يقول لك فيها لاج ولا لا انك تجيب الكي في بتاعت المساله الاصليه. هي ليه؟ لما الاس تقول للصفر الاس مضروبه في الجي. الاس هتروح مع الاس وبقى 4 على اس زائد نص وتحط الاس بصفر بقت 4 على نص، 4 على نص كام؟ يعني الكي في تطلع ب 8 سكند بوينت. الكي في الاصليه بتاعت المساله ب 8 وانت عايزها بكام؟ يبقى دي اكيد مين ايه؟ الزيتا مش مظبوطه ولا الكي في مظبوط يبقى اكيد مين لا. فرضنا اصل انا ما قلتش ان نوع الكومبارسيشن وهي مش مصر. طب افرض اديتها دي 8 المساله كانت 8 يبقى في الحاله دي دي ليد ولا لا ولا ليد لا؟ دي ليد لان الكي بي 8 ودي اللي انت عايزه. فعشان كده لازم نعمل تيست على الباراميترز. ممكن دي ما تطلعش دي مثلا اديها لك بنص ودي جبناها فرضا سي طلعت بنص خلاص يبقى هي مش لاج هي هتبقى سوري دي مش ليد هي هتبقى لاج. تعالى بقى ناخد الشوك اللاج الليد الاول وبعد كده ناخد الشوك الليد. الموضوع صعب يا جماعة. صعب في الـ في الجي سي هتساوي الـ كي سي في اس زائد واحد على كي واحد على اس زائد واحد على الفا كي واحد. ده شكل المسألة. عندي عند زيرو وعندي عند الناقص نص. معلش أنا هكبر السكيل شوية عشان عند الزيرو وعند الناقص نص وبالتأكيد هيحصل في هنا من حمله والنقطة وطبعا 80 وناقص 100 90 وناقص 270 وهيطلع بالشكل ده. تمام ده السيستم بتاع المسألة. هتبدأ ليد ليد يعني سألك عايز تحسن برانزي. لما دي تكون قيمة الإكسيتا الجديدة دي تكون قيمة اس تربيع زائد 2 اكزيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير بتساوي صفر. يعني دي اس تربيع زائد الاكزيتا بكام؟ بنص 2 في نص بواحد واوميجا ان بخمسه يبقى دي 5 اس زائد 25 بيساوي صفر. انا بشتغل على الاكزيتا واوميجا ان اللي هو هتسموا عليه. طب انت بتشتغل عليهم ايه؟ عشان اجيب الجذر اللي المفروض منحنى الروتلوكس هيمر بيه. خلي بالك في الليد شكل الكيرف هيتغير في اللاج لا لان الليد انت بتحسن اكسيتا ومين؟ اوميجا ان. ففي اس جديده هتطلع ما هو اكسيتا واوميجا ان اتغيرت ففي اس جديده ففي كيرف جديد. بينما في اللاج الامبليتيود واحد او الماجنتيود واحد
والزاويه المفروض الفرق يبقى بصفر، فمفيش تغير في الشكل، فاللي يغير لك في الشكل مين؟ اللي طيب لما قيس تربيع 5 والكلام ده كله يطلع الجذر يا باشمهندس ناقص 2.5 زائد او ناقص جي أربعة بوينت ثلاثة. يبقى عندي سي ناقص 2.5 هنا على ارتفاع 4.33 دي اس واحد، دي اللي لما سيادتك تعمل لي كومبنسيشن الكيرف لازم يمر بيها، ما انا عايز احسن عشان كده، وعشان الكيرف يمر بيها يبقى لازم الماجنتيود عندها بكام؟ واحد، والزاويه بتساوي كام؟ 180. طيب هضيف الناقص واحد على دي والناقص واحد على الفا ازاي؟ المره اللي فاتت كنا بناخد نوصل ونقسم ونحسب زاويه وكذا، لا الكلام ده مش هيحصل لان انا عايز لما اجي اضيف الجي سي يكون احد الزيروز اللي موجوده في البسط ماشي مين؟ ماشي اقرب بول موجود في المطار عشان الاوردر ما يزيدش، فلو دي ناقص نص وهي اقرب اوردر او اقرب بول للمقام يبقى دي هتبقى زيرو عند ناقص واحد على تي، احط الزيرو في نفس مكان البول عشان يعمل كانسليشن، وهيبقى في بول تاني عند ناقص واحد على الفا تي، ده بقى اللي انا ما اعرفش كنته فين، بس المفروض عشان اجيبه ان محصله الزوايا بتساوي سالب 180 درجه وانك تكون طب واحد. تاني هو الطريقه القديمه او 80 درجه ما فيش زيروز ما فيش عندي ريبورتس، يبقى ناقص سيتا واحد ناقص سيتا اثنين تطلع بتساوي 180، وزوايا الزيروز ناقص البورتس ما فيش زيروز زيروس بستار يبقى ناقص البول زاوية البول ده بستة واحد والبول ده بكام؟ بستة اثنين. بستة واحد بتعرف تجيبها؟ يعني ده هتطلع بتساوي 180 درجة بتساوي ناقص الزاوية دي اللي هي 180 ناقص الزاوية المكملة دي يبقى هي 180 ناقص الزاوية دي اللي هي تم نصها المقابل على الجو اللي هي تان ماينس 1 34 على 2.5 ناقص سيتا 2 تطلع السيتا 2 بتساوي 60 درجة. دي طلعت 60 درجة، تعرف تجيب دي؟ ما هو انا لو فرضت دي كلها اكس تان سيتا 2 بتساوي المقابل 4.33 على الاكس. تطلع من هنا الاكس ب 2.5 جيب 2.5 يبقى ناقص 1 على الفا دي كام؟ ما انت هتضيف اكس على كام؟ يبقى المسافه كلها كام؟ 1 على الفا دي تطلع على نفسك. هو الاكس ب 2.5 فالاكس دي هي المسافه من ناقص 2.5 دي ما هو المقابل على المقابل. خلاص يبقى الاكس دي طلعت ب 2.5 يبقى المسافه دي كلها تطلع بخمسه، يبقى الواحد على الفا بخمسه، دي انت جبتها بكام؟ انا جبت الواحد على تي بنص، يعني تي ب 2 سوري بقى نسميها تي واحد بقى. يبقى تي واحد ب 2 ومنها الالفا دي ب 2 واحد على 2 دي 2 دي 10 عايز تطلع بواحد من 10 مش عايز اجيب كنت بعد نعم احنا ما نجيب الكيه انا جبت الالفا ودي لسه جيب الكي في ان الكي بي الجديده هي الليمت لما الاس طول الصفر الاس مضروبه في الجي اوف اس مضروبه في مين؟ في الجي سي اوف اس بس وانا بصمم لاج اوريدي كان الليب خسر انا لما باجي اصمم اي سيستم طبيعي ان السيستم بيبدا بالترانزيانت ريسبونس ولا صبر
فانا حسنت الترانزيت، فانت بتبني على تحسين الترانزيت، انا خلاص الترانزيت بقى كويس. وبالتالي فالكي في اللي هي ب 80 هي ليميت. لما الاس تقول للصفر اس الجي اوف اس اللي هي 4 على اس في اس زائد نص، دي اللي هي الجي اوف اس. في الجي سي اللي هي كي سي، طبعا هنحط هنا الاس بصفر، بصفر هتطلع 1 على تي 1 وزي 1 على تي 1، دي هتطلع عليه يطلع عندك هنا فوق مين؟ الف مضروبه في بقيه الجي سي بتاعت اللاج اللي هي اس زائد 1 على تي 2 على اس زائد 1 على بيتا تي 2 اللي هي تطلع ب. يعني دي هتطلع الكي في القديمه مضروبه في الكي سي في الالفا في البي. طب تاني الجي سي هنا انت خلاص ظبطت الترانزيت فدي دخلت معاك. الجي سي الكليه هي كي سي اس زائد 1 على تي 1 على اس زائد 1 على الفا تي 1، ده اللي نشا من التثبيت اللي فات. مضروبة في اس زائد 1 على تي 2 على اس زائد 1 على بيتا تي 2 اللي احنا كتبناها في الاول، ما هي دي برضه سي كليه. هروح مع النص وعندي هنا عندي 0.0125 وهنا عندي الاثنين من عشرة وهنا عند النص، سوري مش نص بقى نص ده راح خلاص، وهنا عند ناقص 5. معايا يا باشمهندس؟ هي الاس ناقص 2.5 هنا. اللي هيحصل كالاتي، هي دايما السيستمز اللي زي دي بتبقى معقده، فما انتش هتعرف اللي بيحصل ان هنا بقى فيه منحنى للقوقص وهنا اصبح فيه منحنى للقوقص. بتحصل هنا بريك اواي وللاسف تخش عشان تكمل هنا، دي حاله شاذه. ده المدام اللي هيطلع لك، عشان كده بقول لك انت بالتفكير بتاعك مش هتطلع صح. وهتكمل هنا بحيث انها هتبدا تخرج من هنا. هو انت ما انتش مطالب انك ترسمها ولا تعرف ترسم ازاي، بس انا بقول لك في النهايه البذور الخط دي هتعمل تغير في الجيب اللي هنا عشان يبدا يروح منهم. معايا يا باشمهندس؟ ده كده شكل المنحنى لازم هيمر بالسالب 2.5 النقطه اللي احنا كنا عاملين عليها ديزاين، وشكل الكيرف اتغير هيتحرك شمال فبقى هو ستيبل. انت حسيت الترانزيت ريسبونس، حسيت السيستم، فكده السيستم بقى افضل مما كان. نعم. هو فين السيستم؟